نتحرك شوية ولا لا؟ هل كورونا احنا هنفضل طول الوقت قافلين ولا العالم بدأ يفتح؟ فرنسا امبارح فتحت المطاعم جوه، امريكا بدأت تعمل السياحة، اوروبا بدأوا النهارده يشتغلوا بينهم وبين بعض سياحة، امتى احنا؟ كله بدأ يشتغل لأنه كله لازم يشتغل، الحياة لازم تستمر. نعم. وبإجراءات احترازية بنعملها. نيجي مدينة زي هنا، حضرتك عايز تقول لي إن الجو ده بالأماكن المكشوفة دي فيها خطر على من الكورونا؟ استحالة. نعم. دي أفضل أماكن في العالم كله. نعم. السياحة، إحنا فتحنا السياحة الخارجية 1/7 اللي فات، حضرتك تفتكر إحنا عملنا لقاء مع بعض، كان لسه في آلاف بسيطة بتنزل ساعتها، الشهر ده كنا حوالي 90,000 في الشهر. وصلنا نهاية السنة اللي فاتت ل 300,000. أبريل اللي فات كان 525,000 سائح من أكثر من 20 دولة. فالأرقام الحمد لله بتزيد. امتى هترجع الاعداد؟ ده مش قرار مصري، ده الاسواق المصدره للسياحه. نعم. لاسباب كتيره قوي، في دول مش عاوزه تطلع مواطنيها بره عشان خايفه لما يرجعوا، وفي طبعا سبب واقعي اكتر انهم عايزين اقتصادهم يفضل جواهم. فالنهارده لما الاقي دوله تقول لك انا اطلع ناس تتفسح بره ليه؟ ما يتفسحوا جوايا، يعوضوا محلاتي ويعوضوا فنادقي على مدار السنه اللي فاتت. فالموضوع مش موضوع صحي بس، لكن احنا طبعا فاتحين، واحنا عملنا اجراءات احترازيه منضبطه جدا. الناس كلها، لو الاعداد بتزيد على مدار العشر شهور اللي فاتوا منذ سنة في السياحه، ده مش معناه ان احنا وصينا انها تزيد، معناه ان الحكومات اللي بعتت مواطنيها عندنا اتبسطت ولقيت ان احنا اجراءاتنا محترمه وان سائحيها بيرجعوا بسلام وان في اجراءات احترازيه منضبطه، فسمحوا المواطنين يزيدوا اكتر. معناها المواطنين دول لما رجعوا بلدهم قالوا لاصحابهم ايه؟ روحوا مصر، ده في اجراءات، احنا تم معاملتنا بشكل كويس، الاجراءات الاحترازيه محترمه. هيمشي في اي فندق دلوقتي على غفله تلاقي كله لابس الماسك، المسافات، مانعين طبعا حاجات كتير جدا، خايفين على السائحين وخايفين على العاملين بتوعنا. لان العاملين دول كلهم منين اصلا؟ دول من صعيد مصر ومن الدلتا، فاحنا بنحافظ عليهم كمان عشان لما يرجعوا بيوتهم يكونوا امنين لقراهم والمصريين. فاحنا دلوقتي نسبه الاشغال دلوقتي النهارده في شرم الشيخ ولا مصر؟ في شرم الشيخ النهارده هي 43%. بس الطبيعي بتاعها كان بيبقى 60%. فاحنا الحمد لله الدنيا معقوله. الصيف جاي، فاحنا متفائلين ان العرب ان شاء الله يبداوا يجوا اكتر، لان طبعا احنا العرب في شهر مايو ما كانش عارفين يجوا عشان كنا بنقفل الساعه 9. الساعه 9 دي طبعا بالنسبه لهم معناها القاهره ما فيش حاجه ممكن تتعمل. هم جايين عاوزين الساحل الشمالي وعايزين الجونه والغردقه وشرم الشيخ. فاحنا ان شاء الله باذن الله يعني بالمواعيد الجديده بتاعت 1 صباحا اتوقع ان شاء الله زياده الاخوه العرب. يمكن حضرتك بتقول لي في المقدمه انك كان معاك اخوه عرب كتير. كانوا معانا على الطياره. حضرتك خاصيتي المملكه العربيه السعوديه. ايوه مظبوط. اهلا بيهم طبعا في مصر هم وكل الاشقاء العرب وكل السائحين من كل دول العالم. المملكه العربيه السعوديه بالنسبه لنا هي طبعا السوق العربي الاول المصدر للسياحه، وهي من اكبر 5 اسواق مصدره للسياحه في 2019. فطبعا هي بالنسبه لنا سوق مهم جدا. يمكن حتى تشرفت بزياره المملكه العربيه السعوديه وقابلت معالي وزير السياحه السعودي الاسبوع الماضي واتكلمنا. ايه التسهيلات؟ احنا دلوقتي هي طبعا كان المواعيد ده كان اكتر حاجه، وفعلا اول ما رجعنا في اول لجنه ازمات في اول يونيو احنا فتحنا المواعيد تاني لغايه الساعه 1 صباحا. هم مطمنين على الاجراءات الاحترازيه. احنا اسعار، احنا مقصد مش غالي، فبالتالي الناس كلها بتيجي بتتبسط عندنا. الاجراءات الاحترازيه دلوقتي طبعا مش وقت فلوس، وقت اجراءات احترازيه.